السؤال الثاني أستاذنا، علمنا 3 أحاديث عن شرب الخمر، مع بيان هل للحاكم أن يحكم بقتل شارب الخمر أو شارب المخدرات؟ لا، ليس للحاكم أن يحكم بقتل شارب الخمر، وحديث قتل شارب الخمر للمرة الرابعة ليس عليه عمل المسلمين، وكان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كثيرا ما يشرب الخمر ويؤتى به فيجلد، فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. اصبر من كان يكمل الله يسلمك. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هل لو تاب ثم لم يتب منها؟ نعم الحديث كذا، ثم لم يتب منها. جزاكم الله خيرا.